تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بسعر أعلى من المحدد لها. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار. تنسيق وتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية القوية ضد العناصر التي تحاول حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها استغلالا للظروف الدولية الراهنة. وأسفرت تلك الضربات عن نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام مالكه بحيازة أكثر من 18 طن من سلع غذائية متنوعة بأن قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. انطلقت الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار، وتمكنت الإدارة من ضبط 75 طن ونصف طن أرز غير مصحوبة بأية مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب أرز بالدقهلية كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. كما نجحت في ضبط قرابة 188 طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية كان يقصد من وراء ذلك إلى بيعها بالسوق السوداء. واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج إيجابية في التصدي لمافيا التلاعب بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 22 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وأرز وزيت طعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط أكثر من 18 طن دقيق وزيت وأرز ومكرونة وسكر معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع أسعارها بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة. وأسفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط قرابة 20 طن أرز ودقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول أحد فروع الجملة بالإسماعيلية لبيعها بأزيد من السعر المحدد لها. الإدارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة أمين عهدة إحدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة، وضبط 30 طن دقيق أبيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. وتتواصل الجهود للتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة الغذائية والمضاربة بأسعارها لرفعها.